اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها الباقر بعلم الله، السلام عليك أيها الفاحص عن دين الله، السلام عليك أيها المبين لحكم الله، السلام عليك أيها القائم بقسط الله، السلام عليك أيها الناصح لعباد الله، السلام عليك أيها الداعي إلى الله، السلام عليك أيها الدليل على الله، السلام عليك أيها الحبل المتين، السلام عليك أيها الفضل المبين، السلام عليك أيها النور الساطع، السلام عليك أيها البدر اللامع، السلام عليك أيها الحق الأبلج، السلام عليك أيها السراج الأسراج، السلام عليك أيها النجم الأزهر، السلام عليك أيها الكوكب الأبهر، السلام عليك أيها المعصوم من الزلات، السلام عليك أيها الزكي في الحساب، السلام عليك أيها الرفيع في النسب، السلام عليك أيها القصر المشيد، السلام عليك يا حجة الله على خلقه أجمعين. أشهد يا مولاي أنك صدعت بالحق صدعا، وبقرت العلم بقرا، ونشرته نشرا، لا تأخذك في الله لومة لائم، وقضيت ما كان عليك، وأخرجت أولياءك من ولاية غير الله إلى ولاية الله، وأمرت بطاعة الله، ونهيت عن معصية الله، حتى قبضك الله إلى رضوانه، وذهب بك إلى دار كرامته، وإلى مساكن أصفيائه، ومجاورة أوليائه، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.